دقت له الصبح وحكت له: صباح الخير يا عيوني، كيفك؟ شو أخبارك؟ صباح النور يا قلبي، الحمد لله. انت كيفك؟ شو أخبارك؟ مشتقت لك كتير وبدي أشوفك. وأنا بالأكتر يا عمري، وأنا لازم شوفك ضروري. لكن خلينا نلتقي اليوم. ماشي يا روحي، خلينا نلتقي بالمكان اللي التقينا فيه أول مرة، بيرجع لنا الذكريات الحلوة. أكيد يا روحي، ماشي. لكن أنا رح جهز حالي وروح لهنيك. وجهزوا حالهم وراحوا على المكان يلي التقوا فيه لأول مرة. قعدوا مع بعض وبلشوا يحكوا: أنا اشتقت لك كتير بتعرفي؟ وأنا يا قلبي ويا دقاته. مجنونة بس بحبك، رح أحكي معك بموضوع. تفضل، عم اسمعك. أنا جتني سفرة لبرات البلد، دقولي من شركة مشان شغل، ورح أغيب سنة وأرجع، بكون جمعت مصاري مشان إجي أخطبك من أهلك. انت شو عم تحكي؟ لا بلاها، الله يوفقك، خليك جنبي. ما فيني يا روحي، والله كل هذا الشي عم اعمله مشان نتجوز. لا يا ربي، كنت حاسة في شي رح يصير. لا تاكلي هم، كلها سنة وبتمرق، هيك الظروف، شو بدك تعملي؟ ماشي، بس دير بالك حالك. ايه كرمالي. ايه انا رفيقي احمد رح يدير باله عليك لحتى ارجع، هو مثل اخوي اعز، فلا تاكلي هم. ووضعوا بعض وراح الشبع البيت ليضب تيابه وراح على المطار. البنت راحت على البيت كانت زعلانة كتير. المهم الشاب وصل على ألمانيا وكان مأمن حبيبته مع رفيقه يلي كان هو إله مثل أخوه أعز، لكن رفيقه كان بيحبها للبنت. الشاب والبنت صاروا يحكوا كل يوم مع بعض، وبيوم من الأيام الشاب دق لأحمد وحكاله: أنا جوالي انكسر، بعت لي رقم حبيبتي. لكن أحمد من خباسته قال له: حبيبتك تركتك وما عاد بدها ياك وهي حذرتك. الشاب سمع هالحكي قال: خلص أنا ما عاد بدي إياها لكن. ومن هون ما عاد يحكوا هن مع بعض. البنت ما عندها أي خبر عن الشاب. وبيوم من الأيام أحمد دق للبنت وحكالها: حبيبك عمل حادث بالسيارة ومات. البنت جنت وصارت تبكي كتير، صدقت هذا الشي لأنه أحمد كان أقرب الناس للشاب، مشان هيك صدقت كلامه للأخير. وبعد ما كذب عليها هالكذبة وبعد بشهر حكالها: ليكي أنا بحبك كتير وانت بتعرفي هذا الشي، بس ما كتقول مشان رفيقي، وهلا رفيقي مات، بدي أخطبك، بتوافقي علي؟ انت شاب راكز وبكفي انه انت رفيق حبيبي، الله يرحمه. ايه موافقة. البنت هون مفكرة انه حبيبها مات، مشان هيك وافقت على طلب ايدها منه. وافقت، وبيوم الخطبة وهنن عم بيلبسوا الخواتم، الشاب بيرجع من الشغل وبيروح على البيت حبيبته. بيفوت على البيت وبيشوف صدمة حياته انه حبيبته عم تتزوج رفيقه. البنت انصدمت كتير بس شافته، راحت لعنده وما لم صدقه وحكت له: انت ما متت؟ خليني المسك. بعدي عني ولا تلمسيني. شكرا لانه كسرتي لقلبي، ان شاء الله الف مبروك لإلك ولاخي وحبيبي احمد يلي تجوزك من بعدي. ما قدرت تستني لحتى ارجع من المانيا وجمعت مصاري مشان خطبتك، بس انت هلا نهيتي كل شيء، كنت حاطت كل ثقتي فيك بتعرفي. الله لا يسامحك. هالبنت والشاب انضحك عليهم، والسبب زيادة الثقة يلي عطاها لرفيقه، مشان هيك لا تعطي ثقة زايدة للناس حتى لو كان أقرب الناس إلك، لأنه هذا الزمان دوار والشيطان ما مات. خدوها عبرة لكل إنسان في قناع بوجهه وياما مخبيه حقد جواته اتجاهك. لهيك لا تثق بالناس زيادة إذا ما كنت بتعرفها 100%.